السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما تم من حمله شهران على مشكور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني علي من الطائفة النجارية وبكت فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه أشهر قمريا وآل للزمان أن ينجلي عنه صدا حضره أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وقضها المخاض فولدت وصلى الله عليه وسلم وسلم نورين يتلالب أعوذك صافٍ مبرر في
لعدت حرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Thank you.